في ذبان يدور هنا، في صراصير، في ايش هذا؟ في اشياء، في اشياء، بس يعني ما اقول لك شيء، ما ادري والله. هذا المخالف يدير مجموعة حولت شقة سكنية إلى بؤرة مخالفات في جنوبي الرياض، يقومون بجمع التمور الرديئة وإعادة تعبئتها ووضع تواريخ صلاحية جديدة ومن ثم إرسالها إلى الأسواق. الشركة المؤسسة اللي انت تشتغل فيها اسمها مو موجود على التمر. ما نحط اسم المؤسسة على التمر، ما نحط اسمها. ليش؟ والله كذا في السوق، انت مثلا لما تحط اسم التمر بس ما عاد تحط اسم المؤسسة ولا شيء. يعني تبيع بضاعة مجهولة مصدر. ايوه كذا. والله شوف، احنا حدثنا الظروف، ما حصلنا عمل ولا حصلنا شغل، لكن ان شاء الله ما نعودها باذن الله. خلاص. طيب اذا ما حصلت شغل تشتغل في حرام؟ والله احنا نحاول نكون قريبين جدا من ان احنا نشتغل يعني بلقمة الحلال، ما نغش. ما شفت التمر اللي عندي الان ردي، لانه برمضان يصير سعرها فوق، فلازم تاخذ لك حاجة يعني متوسطة. وزارة التجارة ممثلة بإدارة الحملات الأمنية وبمشاركة من وزارة الموارد البشرية وهيئة الغذاء والدواء، ومن خلال كمين محكم ألقي القبض عليهم ومصادرة 400 كيلو تمر جاهز للتوزيع و100 ألف عبوة وملصق للتعبئة والكبس. تم ضبط شقة سكنية تديرها عمالة وافدة من جنسية عربية، يتم إحضار تمور مجهولة المصدر ورديئة وإعادة تعبئتها في علب ووضع استيكرات بأسماء تمور فاخرة ووضع تواريخ صلاحية لبيعها على المستهلك. في كل موسم طرق جديدة للغش والتلاعب، لكن الجهات المختصة لهم بالمرصاد. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.